وفي مقر اللجنة الأولمبية الكويتية وبتنظيم من النادي والاتحاد الكويتي للخماسي الحديث انطلقت بطولة الجولة العالمية ليزر رن 2024 وهي تحت إشراف الاتحاد الدولي للخماسي الحديث. البطولة تشهد مشاركة منتخب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتشمل كافة الفئات العمرية، حيث تعد بوابة مهمة نحو البطولات القارية والأولمبية المقبلة. هي مسابقة تجمع ما بين الرماية بالليزر والجري وتندرج ضمن مسابقات النادي والاتحاد الكويتي للخماس الحديث، فعلى مضمار مقر اللجنة الأولمبية الكويتية وبتنظيم تنافسي ناجح من النادي والاتحاد الكويتي للخماس الحديث انطلقت بطولة الجولة العالمية الليزر رن 2024 وبمشاركة مميزة من منتخب المملكة العربية السعودية الشقيقة. الجولة العالمية للليزر رن هي عبارة عن جري ورماية بالليزر، وهي واحدة من الرياضات المنبثقة من رياضة الخماسي الحديث. مثل ما احنا عارفين رياضة الخماسي الحديث من 5 ألعاب مركبة: جري ورماية بالليزر وسباحة ومبارزة. وفي هالسنة هذه يتم تغيير قفز الحواجز بالموانع الشخصية اللي يقوم فيها اللاعب. أنا حاب أشكر الشيخ فهد ناصر الصباح ورئيس الاتحاد ناصر الوليد على هذه البطولات والرياضة الجميلة اللي دشت عندنا بالكويت، لأن احنا كنا نتمنى أن يكون في لعبة أكثر من لعبة مثل التيراثلون والألعاب الأخرى. هذه اللعبة طبعا عبارة عن ليزر رن اللي هي الجري والسباق، الجري والرماية، طبعا هي وياها السباحة، بس حاليا احنا اليوم بس اللي هي جري ورماية اسمها ليزر رن. بطولة الجولة العالمية الليزر رن 2024 تعد تحت إشراف الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتشمل فئات متنوعة وتشهد ولادة نجوم لهذه الرياضة. بطولة الليزر رن اللي احنا الحين مشاركين فيها مع اخواننا من المملكة العربية السعودية، بطولة الليزر رن راح تكون تركض وتوصل عند الهدف وترمي 5 دورات حق فئة 18 وطالع. بإذن الله بتكون بطولة من أروع البطولات مع أخواننا، وإن شاء الله بنبيض الوجه. البطولة كانت جدا مميزة بالتنظيم الفعاليات اللي قاعدين يسوونها، وما شاء الله عليكم يعني ما قصرتوا. نشكركم جدا على هذه البطولة، أول مرة مشاركة لي كليزر رن، ولكن شاركت ببطولة العالم بنتاثل يعني جري وسباحة ورماية. الحمد لله رب العالمين وفقنا لهذه البطولة يعني المركز الأول. هذه أول بطولة لنا مع المنتخب السعودي، وإن شاء الله نلعب بعد مع باقي المنتخبات العربية، وإن شاء الله إحنا قاعدين نستعد الحين حق بطولة أبو ظبي، والهدف الأكبر اللي هي بطولة السنغال 2026، وإن شاء الله نأدي بالبطولات. بطولة منظمة، بطولة كويسة، مرينا مراحل كثيرة. دخلت معاهم أنا أول شيء في النادي، لسه ما كنت مستعد، دخلت مرنت سويت التمارين اللي طلبوها مني، قاعد أمشي على كلام الكابتن، بعدين اختاروني جاي على طول الكويت وقاعد أسوي حد لنا تمارين الكابتن والأشياء اللي طلبها مني. هذا ويملك النادي والاتحاد الكويتي للخماسي الحديث أسماء واعدة ينتظر أن تكون حاضرة بقوة في المستقبل القريب، وتحقق الهدف المنشود بالوصول لأولمبياد الشباب والذي سيقام في السنغال 2026. راد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.